الجمهور ايضا ليه حق ان يسال والكابتن يجاوب. جاهز معانا يا كابتن؟ اتفضل. اتفضل يا ابو حميد. كابتن شحته منور قناه النادي الاهلي، وعايزين نسالك سؤالات. انت بعيد ليه عن نادي الاتحاد؟ بعيد قوي يعني النادي الاتحاد. احنا بنعمل يومين في الاسبوع ان انا اروح نادي الاتحاد. انا قاعد بعيد جدا على الشاطبي. فبيبقى متعب قوي ليا ان انا ما بقدرش اروح. انا بتروح فوق كل فترات يعني. انما بروح هناك وبرضه ليا يعني اصدقاء في النادي جوه، منهم اخ عزيز اللي هو احمد حسونه. نعم. بتاع الامن المركزي زمان، وكان في مجموعه تانية برضه قاعدين معايا. لازم اروح يعني مواظب على النادي. وبروح وبروح عند مدير النادي كمان. ومدير النادي جاسر منير بروح له ونقعدوا نضحكوا معاه وبتاع، وبعدين نجوا ماشيين. طيب اللي بعده. كابتن شحته، كلنا طبعا بنحب حضرتك لانك كنت لاعب كبير ونجمه، بنحبك انا بنقدرك، بس عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بينك وبين الحاج محمد مصلحي؟ ايه ايه ايه؟ هل في مشاكل بينك وبين الحاج محمد مصلحي؟ عمر ما يبقى في مشاكل مع محمد مصلحي. انت جبت منين الكلام دوت؟ مفيش مشاكل ابدا. وربنا ما يجيب مشاكل يا رب ويجعلها كده محبة بينك وبينه. طبعا. اللي بعده. منور قناة الأهلي يا كابتن شحتة، مين أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟ في الكرة المصرية؟ الهداف بتاع النادي الأهلي أفشة. أفشة. عجبك أنت؟ عجبني جدا. سجل يا تاريخ. يجري وبيشوط جامد جدا من بره. ما شاء الله ما شاء الله. اللي بعده. اهلا وسهلا بيك كابتن شحته في قناه النادي الاهلي، وانا من محبي نادي الاتحاد السكندري، وعايز اسال سؤال لحضرتك. زمان النادي الاتحاد كان بيعتمد على ابنائه، ليه دلوقتي بيعتمد على الاحتراف والافاد لاعبين اخرين من نوادي اخرى؟ لا بقى شغال قطاع الناشئين وهيطلعوا لعيبه كويسه جدا جدا للفريق الاول. يعني انت في موجود؟ في موجود يعني. في موجودين. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بالكابتن شحتة الاسكندراني، نجم من نجوم مصر وكرة القدم، وليه في قلوبنا معزة خاصة. بنتمنى ليه طولة العمر والصحة والسلامة. لكن أنا عندي سؤال للكابتن، مش عارف بقى يتقبله ازاي. في اتهام ان الكابتن شحته ما عندوش يعني ايه تواصل مع الجيل بتاعه، الكباتن برضو بتوع الاتحاد وبتوع مصر في جيله. لو احب اسمع الاجابه بتاعته. يعني ايه بيقول لك ان ما فيش تواصل مع الاجيال، اصحابك اللي كانوا بيلعبوا معاك والاجيال ليه ما كانوا قاعدين معايا من من يومين ثلاثه. وهل بتتصل باللعيبه برضو اللي هو زي الكابتن علي ابو جريشه والناس دي كلها ولا ما فيش؟ لا لا في اتصالات.